السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. سيلعب المنتخب الوطني الجزائري أول مبارتين له في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 شهر نوفمبر المقبل أمام منتخبات بوتسوانا وزامبيا. وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الوطني الجزائري في مجموعة تضم منتخبات بوتسوانا وزامبيا بالإضافة إلى منتخب زيمبابوي. وكشفت مصادر إخبارية موثوقة بأن الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي وضع قائمة أولية للمنتخب الجزائري سيتم من خلالها استبعاد بعض الأسماء والاحتفاظ ب 23 لاعبا فقط. وأكدت ذات المصادر بأن قائمة جمال بالماضي الأولية ضمت مهاجم نادي بروغ الروماني والمتألق هذا الموسم بلال عمراني لأول مرة. ونحن بدورنا أسرة قناة أخبار رياضة اليوم نتمنى بأن يكون هذا المهاجم الجزائري صاحب إضافة إيجابية إلى المنتخب الجزائري. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.